معكم سحر صديقي، تسناوني في رمضان على قناة ام بي سي 5 في برنامج فاصل ونواصل. السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء الإبراهيمي، سنقول جمهور ام بي سي 5 تسناوني في برنامج جديد في هذا رمضان. جمهور العزيز مرحبا بكم، تسناوني مع خويا مراد عشابي في حلقة في ام بي سي. السلام عليكم، معكم سكينة درابيل، تسناوني في رمضان ان شاء الله على قناة ام بي سي في برنامج فاصل ونواصل. السلام عليكم، معكم محمد شوقي، تسناونا على ام بي سي 5 برنامج فاصل ونواصل مع الجمهور الرائع.